بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه. الاهلي مسؤوليه لا يتحملها الا اصحاب الهمم. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه، الحلقه 827 من البرنامج، تاتي في اطار حزمه كثيره متداخلة وكبيرة من ارتباطات الأهلي في كافة الألعاب. لكن ماذا عن مسؤولية الأهلي؟ مسؤولية الأهلي وأنت تنتمي إلى نادي بهذا الحجم يتبعه هذه الملايين داخل وخارج مصر ينظرون إليه الرائد والقدوة والملهم، ويعني هناك مسؤولية. المسؤولية حب النادي الأهلي ليس بالتشدق وليس بأنك تبوس الفانيلا وليس أنك، ولكن أن تحسن تمثيل الأهلي في أي موقع. وأيضا وأنت تحسن تمثيل النادي الأهلي في أي موقع لا تسمح بالاقتراء عليه. فمعادلة صعبة، ولكن وأنت تتحملها يجب أن تتمتع بالهمة الواجبة اللي تخليك عارف أنك في لحظة ما سوف تدفع فواتير مقابل أنك تتحمل هذه المسؤولية بالشكل الصحيح. النهارده احنا داخلين على ماتش مهم، مسؤوليتنا ازاء هذه المباراه. خلينا ما نتكلمش في حاجه غير في اللي جاي، لان احنا يجب ان ننتقل من احداث فرعيه وهموم محليه واحداث هنا وهناك الى ما ينتظرنا من تحديات يجب ان نكون على قدرها جميعا. مباراتنا مع الترجي هي مباراه حاسمه مهمه جدا، فاصلة إلى الوصول إلى النهائي، ويصبح لكل حدث حديث. ولكن كيف نتحمل مسؤولية النادي الأهلي في هذه اللحظة جميعا؟ تفضل.